الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي استمرار الحكومة بإيقاف ملف التعيينات خلال الموازنة الثلاثية لعام 2023 و2024 و2025. وقال معين الكاظمي إن الحكومة ستستمر بإيقاف التعيينات خلال الموازنة الثلاثية مستثنا منها المهن الصحية والدراسات العليا، فضلا عن ترحيل 31 ألف درجة إلى موازنة 2024. وقرر مجلس النواب بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، أقر قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، حيث تضمنت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة لزيادات في عائدات النفط التي تشكل 90% من إيرادات البلاد. كشفت مجلة سي وورد أن العراق تراجع إلى المرتبة 121 عالمياً بالنسبة للنمو الاقتصادي، ووفقاً لتصنيف المجلة جاء العراق في المرتبة 121 عالمياً من بين 189 دولة بالنمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024، مع ناتج محلي إجمالي بلغ أكثر من 297 مليار دولار، ونصيب فرد يبلغ 5880 دولارا من الناتج المحلي الإجمالي. ويرتبط تراجع التنمية بالسياسات النقدية وتوقف صادرات النفط. سجلت الأسواق المحلية في العراق تراجعاً واضحاً في الطلب على السلع والبضائع المستوردة من إيران بعد الدعوات التي أطلقها ناشطون لمقاطعة البضائع الإيرانية. ولاقت الحملة التي انطلقت تحت وسم خليها تخيس كإجراء عقابي للنظام الإيراني لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورواجاً في الأوساط الشعبية في العراق، وسط دعوات على تعليق جميع العلاقات التجارية مع إيران. وأقرت غرفة تجارة بغداد بأن الأسواق العراقية بشكل عام سجلت تراجعاً كبيراً على تلك السلع والبضائع المستوردة من إيران، فيما بدا التراجع أوسع في كردستان العراق، إذ انخفض من مستوى الطلب بنسبة قد تصل إلى 40%. قالت وزارة المالية التونسية إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، ما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد. وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة 40% عن عام 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة. قالت نائبة مدير صندوق النقد الدولي جيتا غوبيناث إن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأضافت غوبيناث أن التضخم سينخفض بشكل أقل حدة مما حدث في العام الماضي بسبب ضيق أسواق العمل وارتفاع تضخم الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت من أنه من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا الربيع، في حين كان التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.